ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا إن اتسع الوقت وإلا لم يصح وبطل فرضه. نعم، قال ومن أحرم بفرض ثم قلبه نفلا إن اتسع الوقت. الفرض لا يقلب إلى أول شيء، الفرض لا يقلب إلى فرض، يعني ما يصير الظهر تسويها عصر أو العصر تسويها ظهر، من فرض إلى فرض لا يصح، من نفل إلى فرض كذلك لا يصح. يعني واحد يصلي السنة بنقها خليها الظهر، ما يصير، ما تقوى النافلة أن تصير فرضا ولا الفرض أن يكون فرضا آخر، لكن الفرض يصير نافلة ممكن، الفرض يتحول إلى نافلة ممكن. فإذا الإنسان شرع بالفرض، شرع بالفرض، بدأ بالفرض، وقبل كما قلنا قبل قليل أقيمت الصلاة، صلاة الفريضة مثلا، سواء كانت الجماعة الأولى أو جماعة ثانية، مخير بين ثلاثة أمور، مخير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه يقطع، يقطع حتى يدرك معهم صلاة الفريضة جماعة، فضل الجماعة يحصل. الحالة الثانية يحولها إلى نافلة، يعني إذا كانت العصر خلص ركعتين خلاص يسلم، يجلس يسلم، خلص ركعة يجيب الركعة الثانية ويسلم ويدرك الجماعة، إذن يحولها من فريضة إلى نافلة، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة يكمل، خلاص يكملها فريضة ومرة ثانية يجي مبكر، عارف شلون؟ حساس لا تفوت وصل. إذن إما أن يكملها كفريضة خلاص دام أنه بدأ بها له ذلك، وإما أن يحولها إلى نافلة، وإما أن يقطعها ويلتحق بالفريضة بالجماعة. طيب، قال ومن أحرم الفرض ثم قلبه نفلا إن اتسع الوقت وإلا لم يصح وبطل فرضه. يعني الآن قلنا الفرض ممكن تقلبه إلى نافلة لحاجة، واحد ما صلى العصر وباقي على ذا المغرب خمس دقائق وكبر للعصر، ممكن يحصل زين كبر العصر بعدين أقلبها نفل، لا ما يصير، ما يجوز. ليش ما يجوز؟ سيخرج الوقت، سيخرج وقت الفريضة، يعني مو وقته أنك تقلبها إلى نافلة، لأن وقت الفريضة تضايق جدا، فمثل هذا يقال له إيش؟ لا يصح لك أن تقلبها إلى نافلة، فإن قلبها بطلت الفريضة وبطلت النافلة، لأنه لا يجوز له أن يصلي نافلة في هذا الوقت الذي هو بالكاد يتسع للفريضة أو بعضها. فلذلك مثل هذا يقول لا تصح نافلة ولا تصح فريضة. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يبدأها كفريضة. الله أعلم.